بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صارت للموت خريطة واضحة المعالم، ولكن ما تزال القراءة ضالة ومضللة. يتصاعد منحنى الموت في بلد ما، فتسقط أرواح وتنتهي قصص جميلة، ولا يفهم كثير منا أنهم بهذه اللامبالاة سيقتلون مزيدا من الناس. ويتراجع الموت في دول أخرى، فيرفع بعضهم إشارة النصر قبل سكوت المدافع، فيلتف الموت خلف حدود الحيطة والحذر، وينقض من جديد على أرواح الناس. خريطة الموت واضحة، والقراءة الوحيدة الصحيحة لها أن الكوكب كله تحت التهديد، وأننا لم نربح المعركة بعد، وأن وقت خروجنا إلى الشارع لم يحن بعد. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر قنواتكم الثلاث، تلفزيون قطر وقنوات الكأس وكذلك قناة الريان الفضائية وأيضا إذاعة قطر، فأهلا بالجميع. وأنتم تلتزمون بالحجر المنزلي، لا تنسون تشاركونا بيومياتكم وبرامجكم في البيت رقم الظاهر أسفل الشاشة 5995-8585، والتفاعل معنا بأسئلتكم واقتراحاتكم على هاشتاق البرنامج المسافة الاجتماعية. ونبدأ مشاهدي الكرام الحلقة اليوم بهذه الأخبار، فبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وصلت إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة اليوم طائرتان عسكريتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية، محملتان بمستشفيين ميدانيين كانتا قد انطلقتا يوم أمس من الدوحة، وذلك دعما لجهود الأصدقاء الإيطاليين في مواجهة واحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وستصل مساعدات أخرى غدا الخميس على متن 4 طائرات شحن عسكرية، كما ستصل طائرة 5 إلى إيطاليا بعد غد الجمعة محملة بأدوات وأجهزة طبية، وذلك بالتعاون بين صندوق قطر للتنمية والقوات المسلحة القطرية. وترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء أيضا وزير الداخلية الاجتماع الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي. في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة وزيرة الصحة العامة حول آخر المستجدات وتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة وفرق التقصي والكشف المبكر التابعة لها وكافة منسوبيها من مسؤولين وأطباء وكوادر طبية وعاملين، وكذلك بجهود الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة المختصة والتي ظلت تؤدي دورها بفاعلية ومسؤولية وكفاءة عالية لحماية المواطنين والمقيمين وتأمين صحتهم وسلامتهم. واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها، قرر المجلس إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويستثنى من ذلك محال المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، وتتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار، وذلك حتى إشعار آخر. ويهيب المجلس بالمواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة. هذا وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19، وتسجيل 28 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 178 حالة. وفي إطار الجهود المستمرة لاحتواء الوباء، كان قد أصدر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام منذ أيام قرارا بإنشاء نيابة الصحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المجتمع. ويأتي قرار إنشاء نيابة الصحة ضمن الوسائل الرادعة لمخالفي قوانين الصحة العامة فيما تختص النيابة الجديدة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة.
ولمعرفة الدور الكامل لنيابة الصحة وأهم القضايا التي ستنظر فيها، يسعدنا استضافة الدكتور خليفة سليمان العبد الله رئيس نيابة الصحة النيابة العامة. سعداء بتواجدك معنا دكتور في برنامج المسافة الاجتماعية. نتكلم في البداية عن دواعي إنشاء نيابة الصحة. يا مرحبا ومسهلا في متابعين قنوات تلفزيون قطر والإذاعة. أول شيء في نتكلم عن نيابة الصحة، فقد أصدر سعادة النائب العام قراره بإنشاء نيابة الصحة للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19، وهي بذلك تعتبر أول نيابة متخصصة على مستوى العالم للتصدي للأمور الصحية والتي تمس سلامة وصحة الإنسان. ممتاز. وتم تشكيلها بكادر قانوني متخصص لهذا المجال. نعم. دكتور، يعني لو تحدثنا يعني عن، خلني أخذ الشق الآخر، يعني أتقاسم أنا وسالم وعبد الله الشق، مثلا شق التعهدات، مثلا الحجر المنزلي والتعهدات الموقعة، هل هذه العقوبات تكون فقط على من أتوا من خارج قطر والتزموا مثلا بفترة الحجر ووقع على تعهد حتى يخرج، أم حتى للمقيمين في قطر من مواطن ومقيم؟ أول شيء قبل أن نتكلم على هذه المسألة والجوانب القانونية، يجب أن نوضح بأن الأشخاص اللي يخلفون قرار العزل المنزلي وعدم بقائهم في المنزل، هذول أشخاص يكونون بعدم قدرتهم بالوعي بخطورة المجال اللي يعملونه أو الفعل اللي يرتكبونه، فهم يصدر منهم أفعال رعناء أو يكون شخص أرعن غير مدرك. صحيح. أو للتصرف اللي هو يعمله، فممكن هو يعادي أقرب الأشخاص له، ممكن ينقل المرض إلى أفراد أسرته. صحيح. أما من الناحية القانونية والإجراءات المتخذة. نعم. حيالهم، فتقوم النيابة العامة بإيداع جميع الأشخاص الذين خالفوا قرار العزل المنزلي أو خالفوا التعهد الموقعين عليه بالتزامهم بالبقاء بالمنازل، بإيداعهم بالأماكن المخصصة من قبل وزارة الصحة خلال فترة احتضان المرض، يتم إيداعهم لحين ورود تقرير طبي مفصل عن حالتهم الصحية. طيب، وهذا طبعاً الإجراء يطبق أيضاً على الأشخاص اللي يرجعون أو يقومون بمراجعة المستشفيات الخاصة أو الحكومية. نعم. في دولة قطر ويوقعونهم على تعهد. نعم. في المن... يوقعونهم على تعهد. أتمنى تكون. نعم. هذه الإجراءات رادعة بالنسبة لكل من وقع على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي. طيب نبي توضيح عن تجريم عدم الإبلاغ عن الحالات المؤكدة لكورونا أو المشتبه فيهم، يعني مثلا لو في شخص عارف أن في حد معاه أو في حد من عيلته عنده المرض هذا كورونا أو مشتبه فيه وما بلغ، هني شو ممكن نعاقب هذا الشخص بعدم إبلاغه عن هذه الحالة؟ القانون جرم أي شخص مصاب أو يشتبه بإصابته، حتى مو شرط أنه يكون مصاب، يشتبه في إصابته، يجب عليه الإبلاغ. وجرم القانون الأشخاص المرافقين له أو لديهم علم بأن هذا الشخص مريض أو مصاب أو يشتبه أنه مصاب، يجب عليهم الإبلاغ. طبعا واجب الإبلاغ، أين يقومون بالإبلاغ؟ في المراكز الصحية، أقرب مركز صحي أو أقرب مستشفى. طيب دكتور، أبغي توضيح الله يرحم لي والديك، بس مثلا إذا أنا كنت يعني مشتبه لكن أنا مش متأكد، فأنت مثلا لما تجي تكلمني هل أقول لك أنا ما أعرف أعراض الكورونا مثلا، فأنا كنت حاس إن فيه أو مش متأكد، قلت يمكن عادي الكحة، اللي نحن نعرف أعراض كورونا تختلف من شخص إلى آخر، في منهم درجة الحرارة، في منهم اللي كح بدون حرارة، وفي منهم الناقل، وفي منهم الناقل فقط. ففي بعض الأشخاص ممكن يكون عندهم التباس بالحالة اللي عندهم في البيت، يكون مش عارف، يقول أنا ما أدري إن هذا أصلا كان فيه أو حتى مشتبه فيه. نعم، أكثر الأشخاص يذهبون إلى المستشفيات أو يروحون للمستشفيات، فهو لو راح المستشفى الدكتور أو المتخصص في المستشفى يقول في اشتباه في حالة كورونا ويوقعون على تعهد، هذه تعهدات داخلية غير التعهدات اللي يوقعونها الأشخاص القادمين من الخارج أو من السفر. فالمستشفى يحدد أن هذا سواء كان مريض أو مشتبه. جميل. ويوقعون على تعهد، وهذا التعهد داخلي داخل البلد وليس للأشخاص القادمين من الخارج أيضا. نعم. وتطبق عليه نفس الإجراءات كأنه قادم من الخارج، يجب عزل نفسه بالبقاء بالمنزل بمكان مخصص له بمفرده بدورة مياه خاصة فيه أجلكم الله، تقديم الأكل له عن طريق شخص معين، يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية عند تقديم الطعام له،
يجب أن لا يختلط مع أفراد أسرته، وعدم استقبال الضيوف داخل البيت عنده. ممكن من هذا الجانب يكون الشخص ما يطلع خارج البيت ومش برع البيت، ولكن الرقابة تكون ذاتية عشان هو بيكون موجود في بيته، فيجب أن يراقب نفسه بنفسه هو. الرقابة تكون تنبع من داخله وليس من الغنون. معنى كلمة مشتبه أنه بعد المستشفى، بعد ما يروح المستشفى ويبحث هنا يعتبر مشتبه، أو مش أنه تشخيص مني كشخص، لأنه لما كح ولا مثلا ممكن أنه يكون فيه، لا التشخيص من الدكتور هو يعتبر مشتبه. هو بالغالب بيروح المستشفى بيفحص بيشوف نفسه ايش فيه من الاساس. في بعض الناس ما يروحون الدكتور، في بعض الناس ما يروحون للمستشفى. هناك حالات يعني يقول والله احنا الان في شهر 3 فهناك او 4 تغير الجو، فتلاقيه تعبان، ولكن نقول لا هذه والله يعني زكمة موسمية. عادية موسمية. ويختلط مع الناس. هل هذا هل هناك اجراءات ضد مثل هؤلاء الاشخاص ينطبق عليها القانون؟ هذا في هذا من ناحية قانونية فيها القصد والعلم الجنائي. لو كان الشخص يعلم متيقن أنه مريض ومع هذا قال لك أنا والله ما راح أطلع وبراح أخالط عشان لا أروح المستشفى ويعطوني إجراءات العزل المنزلي وبدل لا أعزل نفسي، فيكون هو فعلا ما أبلغ. أما إذا تبين أن فعلا من خلال الطبيب، بالغالب الحالات مثلا اللي تعرض على النيابة العامة يوقعونهم من بتعهدات بالالتزام بالحجر المنزلي، ومع هذا يخالف هذا الإجراء، فيعتبر كأنه جايب من خارج البلد. وأكثر الناس للأسف الشديد يتذرعون أو يحتجون أن إحنا والله في البلد وما سافرنا، ووقعونا على تعهد، واللي كان فينا إزكام نفس ما تفضلت أو نزلة برد. فلا، هذا كشف عليه من قبل الطبيب، والطبيب المختص اشتبه فيه بمرض كورونا، وتأكيدا لذلك وقعوا على التعهد ومنحوا إجازة طبية حتى عن العمل 14 يوم جداً. فيجب المحافظة على التعهد. جميل، واضح. دكتور خليفة، حتى تكون النقطة واضحة للمشاهدين والمستمعين، الآن التعهدات نوعين. النوع الأول لشخص أتى من خارج قطر وينتظر فترة العزل 14 يوم، فإما يكون في المناطق المخصصة من وزارة الصحة، بعض الفنادق وبعض الأماكن المستشفيات، أو يخرج البيت. هذا واحد. التعهد الثاني لمواطن أو مقيم داخل البلد ما خرج من البلد، فأيضا يوقع على تعهد أنه يلتزم فترة الحجر المنزلي 14 يوم أو ما يحدده مسؤول وزارة الصحة على هذا الشخص. ما عدا هذه الحالتين ما في تعهدات على الأشخاص الآخرين. يعني الشخص من غير هذه الحالتين يستطيع أنه يروح ويجي ويرجع، ما عليه حجر منزلي. هذا اللي أنا فهمته من كلامك. صحيح صحيح. يعني إذا ما كان هناك أي تعهد على هذا الشخص يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي، ولكن يعني احنا نقول الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج يا دكتور. يعني الشخص اللي شايف نفسه معاه أعراض لا يقول زكمة عادية مع انتشار هذا الوباء، لابد أن يكون هناك حس ومسؤولية مجتمعية من الجميع تجاه هذه الأزمة. طيب، ما بعد هذه الجائحة دكتور، ما هو الدور الأساسي لنيابة الصحة؟ نعم، هاي سؤال ممتاز. بالنسبة لنيابة الصحة، لم يصدر سعادة النائب العام قراره وقتي فقط لجائحة كورونا، بل كانت نظرته بعيدة المدى لإنشاء نيابة الصحة، فأوكل لها العديد من القرارات، العديد من القوانين. نعم، حزمة كبيرة من القوانين الصحية. فنيابة الصحة مسؤولة عن صحة وسلامة الإنسان أو الأفراد منذ بيكون هو جنين في بطن أمه إلى ما بعد وفاته، إذا تبين أن سبب الوفاة خطأ طبي. فبإمكان أي شخص أو امرأة حامل أو عندها جنين وأسقط أو أجهض أو أي مسألة طبية التقدم بشكوى إلى نيابة الصحة إذا كان وجود أي خطأ طبي. كذلك تعالج المسائل الحياتية اليومية لنا. فالآن على ما أظن كثير من عمليات التجميل وعمليات قص المعدة والأخطاء الطبية، وبالنسبة للأطباء ومسؤوليتهم، وبالنسبة للمؤسسات العلاجية أو مؤسسات تقديم الخدمات العلاجية والصحية والأخطاء اللي يقعون فيها، وفي عندنا الأطباء وتقديم الإعلان أو الدعاية بصورة غير مناسبة لأصول المهنة أو لأداب مهنتهم. فنيابة الصحة نيابة متشعبة القوانين فيها. جميل. جميل. طيب، بما أن القوانين متشعبة في نيابة الصحة دكتور خليفة، الآن إذا في تجمع معين في مجلس مثلا أو في مزرعة أو في عزبة أو مكان معروف وكان هناك تجمع ملحوظ، يعني هذا يكون تابع تجريمهم لمن؟ وزارة الصحة، نيابة وزارة الصحة، أم
النيابة العادية أم أي قسم بالضبط؟ التجمعات الآن حسب مثل ما تعلمون كلكم بأن اللجنة العليا لإدارة الأزمات أصدرت حزمة من التعليمات ومن القرارات، ومن ضمن القرارات التجمع، تجمع الأشخاص في العزب وفي المجالس وفي المزارع وفي الشاليهات وفي الأماكن العامة، وحظرها أيضا من التجمعات في الأماكن العامة. ففي حالة وجود أي تجمع يعتبر هذا خرق للقانون وللتعليمات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات. طيب دكتور خليفة، بغينا منك رسالة للجمهور سواء المواطنين أو المقيمين في هذا الوقت الحالي والراهن والحساس بالنسبة لانتشار فيروس كورونا كوفيد-19. لابد أن أؤكد بأن الإجراءات الاحترازية وجميع الإجراءات الوقائية والأمور الاحترازية التي تصدر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات لم تصدر إلا للحفاظ على كيان الدولة والحفاظ على الأشخاص والمواطنين والمقيمين وجميع الممتلكات، ولابد من التقيد والالتزام بجميع تلك الإجراءات. نعم، طبعاً احنا نشكرك على هذه المعلومات الدكتور خليفة سليمان العبدالله رئيس نيابة الصحة، ونتمنى من الجميع الالتزام بمثل هذه القوانين. شكراً لهذا الحضور الكريم. أتوقع النقاط اللي شرحها لنا الدكتور كانت واضحة مشاهدينا ومستمعينا الكرام، فلا بد من الالتزام بهذه القوانين للحفاظ على سلامة الجميع. أيضا العقوبات كانت واضحة جدا بالنسبة للمخالفين، سواء لمن اللي ما يبلغ عن اللي يعرف أنه عنده مرض، أو حتى المجتمع فيه اللي قلنا بعد تشخيص المرض، وحتى نفس النقطة اللي أثارها زميلي عبد الرحمن بأن التجمعات حاليا تعتبر مرفوضة وتذهب إلى نيابة الصحة العامة. صحيح، وحتى نأتي من النيابة العامة ونذهب إلى هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، 5 ملايين شخص غادروا ووهان يوم ضربها الوباء، فانكفأت المدينة على نفسها وقررت ألا تموت. أخلى الناس الشوارع ولم يلعبوا اللعبة بقواعد الفيروس، بل فرضوا عليه قواعدهم بإعلانهم أكبر إغلاق في تاريخ البشرية. لقد تركوا له الشوارع خالية حتى سئم الفراغ فانهزم. كان الناس خائفون ولكنهم تصرفوا بكل إيجابية حتى استعادوا مدينتهم. صحيح أنهم لم يعودوا إليها جميعا، ولكنهم لم يموتوا جميعا أيضا. فهناك في تلك الأرض البعيدة من يطل علينا اليوم من نافذة الأمل ليقول لنا إننا نستطيع البقاء. نعم، إننا نستطيع البقاء بقوة الإيمان، نتحمل المسؤولية كاملة، وبقوة القانون علينا أن نلتزم من أجلنا ومن أجل من حولنا. وابقوا على مسافة اجتماعية آمنة، وكذلك ابقوا معنا متابعينا ومشاهدينا الأعزاء للتفاعل عبر هاشتاق البرنامج المسافة الاجتماعية وعلى واتساب البرنامج الظاهر أسفل الشاشة. سلامتك سلامنا حركة بالبيت، وترك مسافة وبين إخوانا. سلامتك سلامتك تخليك البيت. أجل قطر سوف نتعلم في البيت، هيا معي. خليك بيت كورونا. من أجل قطر خليك في البيت. يا أنا متملة وخلص دراسة، ما في جواب الليبان، بطلع لحظة. شنو؟ لازم تتبعين الاشتراطات الصحية. ليش؟ لسلامتنا ولسلامة الآخرين من فيروس كورونا. صح كلامك. لأجل قطر كلنا في البيت. ما شاء الله تبارك الرحمن، أتوقع أن هذه هي أفضل نصيحة ممكن نتلقاها من أبنائنا وبناتنا، ونحييكم مرة أخرى
بعد هذا الفاصل مشاهدينا ومستمعينا الكرام. وأيضا يستطيعون يراسلون أيضا فيديوهات لهم كأشخاص بالغين ليس فقط للأطفال. الجميع نتمنى أن يشاركنا في برنامج المسافة الاجتماعية في هذه اللقطات من المنزل. كما تابعنا في الحلقات السابقة جهود كبيرة تبذلها وزارة التعليم والتعليم العالي لضمان سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل، وذلك في المدارس الحكومية والخاصة على السواء وفقا لنظام التعليم عن بعد. وفي هذه الفقرة بيكون حديثنا حول المدارس الخاصة، حيث نسلط الضوء على معايير تقييم الوزارة أو الوزارة لأداء هذه المدارس في تجربة التعليم عن بعد، كما نتطرق إلى موضوعات تشغل بال طلاب وطلابنا وأولياء أمورهم، وأهمها ما يتعلق بسبل تنظيم الاختبارات في هذه المدارس. الحديث عن هذه الموضوعات بحثنا عن إجابات لهذه التساؤلات، يسعدنا استضافة السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدارس الخاصة وزارة التعليم والتعليم العالي. بداية يا هلا مرحبا فيك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية السيد عمر عبد العزيز. في البداية نبي نحتاج منك نبذة لإعطاء المشاهد نبذة عامة عن المدارس والرياض الخاصة في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على هذه الاستضافة. الله يجزاه خير. المدارس الخاصة في دولة قطر يعني لو حسبناها وكمجموع ما بين المدارس الخاصة ورياض الأطفال عددها 322 مدرسة وروضة. عدد المدارس الخاصة من هذا العدد 322 208 مدارس خاصة موجودة في دولة قطر. عدد الطلبة كمجموع بين المدارس والروض 220 ما يقارب 220 ألف طالب. عدد الطلبة اللي موجودين في المدارس 186 ما يقارب 186 ألف طالب. بشكل عام المدارس الخاصة فيها تنوع في المناهج، وطبعا كل منهج يعني عدد المناهج اللي موجودة في دولة قطر في المدارس الخاصة 26 منهج. 26 منهج يعني 26 منهج في النظام البريطاني والأمريكي والبكالوريا الدولية والفنلندي والسويسري وإلى يعني ما شاء الله الأعداد كبيرة في كمناهج. فلذلك كل منهج من هذه المناهج لها نظامها وسياستها في التقييم، وفي أيضا عدد المواد، وأيضا في مثلا ساعات تمدرس، وأيضا مثلا على سبيل المثال الحصص الدراسية، وأيضا أنظمة التقييم. يعني على سبيل المثال نظام مثلا البكالوريا الدولية عندها سياسات تقييم، يعني كل مدرسة من المدارس الخاصة اللي موجودة في دولة قطر هي عندها عضوية وتبعية لمنظمة من هذه المنظمات، وبعضها مثلا تتبع الجاليات. نعم يعني تفضل. نعم سيد عمر، يعني الآن أصبحت المدارس هي يعني تعمل اختبارات تقييم لأنفسها لطلابها، يعني كل مدرسة على حدة. بيجيك إن شاء الله. طيب. خلني أنا أبتدي وإن شاء الله بيجيك الرد. بشكل عام يعني بيصير في تفاوت واختلاف ما بين المناهج. إحنا على كلام على سؤالك قلت إن كل مدرسة لها نظامها، لا مو كل مدرسة لها نظامها، كل مدرسة تتبع المنهج هي لها نظام تبعية المنظمة نفسها. يعني مثلا المدارس اللي تطبق المنهج البريطاني لازم تلتزم بسياسة التقييم والاختبارات اللي جاية من المنظمة، سواء كان من كامبريدج أو إدكسل، وبهذه الطريقة لازم تتبعها. إذا ما تبعت التعليمات والنظام اللي جاي مثلا من البكالوريا الدولية لا تعتمد الشهادة. فهذه بشكل عام الوضع الحالي في المدارس والرياضة الخاصة في دولة قطر. أنا أتكلم على المدارس الخاصة اللي يعني التابعة للدولة أيضا، هل التقييم يكون تقييم واحد للمدارس هذه أستاذ عمر موحد بين هذه المدارس، أو كل مدرسة لها آليتها في التقييم؟ المدارس اللي تطبق المنهج القطري. نعم. كمعايير الوطنية عددها تقريبا 15 مدرسة من الـ 208. إذا كانت هذه المدرسة تتبع المنهج القطري فعليها أنها تلتزم بسياسة التقييم التابعة لوزارة التعليم، فإذا لها تبعية، هذه المعايير تتبع المعايير الوطنية، فإذا لازم تلتزم بسياسة التعليم الخاصة بوزارة التعليم كمناهج قطرية.
بنفس الآلية ونفس المثال اللي أنا ذكرته، أن أيضا المناهج اللي تتبع المنهج البريطاني لازم تلتزم بسياسة المنظمة اللي هي سواء كان كامبريدج أو إدكسل أو في بعض المدارس اللي تتبع مثلا الآي بي البكالوريا الدولية، لازم تلتزم بسياسة التقييم الخاصة فيها. طيب سيد عمر، خلني أكون يعني أحصر الفكرة أكثر حول هذه الإجابة. خلنا نقول المدارس والروض اللي تتبع الوزارة في الكوبونات، يعني اللي الوزارة تعتبر هي المشغل البعيد لهذه الروض والمدارس، لماذا لم يتم مثلا إعفاء أولياء الأمور في هذه المدارس من نسبة من الرسوم وحصول المدارس الخاصة والروض على دعم من الدولة علشان يكون فيه تقريبا يعني تخفيف على أولياء الأمور خصوصا يعني المقيمين في قطر؟ القسائم التعليمية هي عبارة هي دعم الطلبة كقسائم تعليمية الطلبة القطريين. نعم. في القسائم التعليمية، ولكن بشكل عام أيضا في طلبة موجودين في هذه المدارس، ولكن المدارس هذه لها تبعية وملاك مدارس، وأيضا هناك يعني لها التزامات مالية على أساس المبنى وأيضا رواتب الموظفين، ولكن بشكل عام حاليا يعني ما في أي حديث في هذا الموضوع، ولكن احنا نقول كرسوم دراسية حاليا المفروض ان اذا كانت المدرسة قائمة بواجبها في التعليم عن بعد بشكل متكامل وبشكل جيد وبتواجد المدرسين من الفترة الصباحية الى يعني الى نهاية الدوام، وايضا في دروس انا اقصد سيد عمر، عفوا انا استأذنت من زملائي حتى اسال هذا السؤال. انا اقصد سيد عمر، هل يعني هناك فكرة مثلا لتقديم مثلا وزارة التعليم بدعم للمدارس الخاصة في مثل هذه الأزمة لتخفيف الحمل على من لم تكن لديه يعني كوبونات لأبنائهم في المدارس الخاصة خصوصا من المقيمين؟ احنا بشكل عام في دراسة قاعدين يعني شغالين فيها، ولكن الآن بحسب التوجه مع الإخوان في غرفة قطر وأيضا مع لجنة شؤون المدارس الخاصة، حاليا احنا اذا بنحسبها في كرسوم دراسية هي تقدم الخدمات نفسها في التعليم عن بعد، فيفترض ان ما في اي تقصير في الخدمات المقدمة في التعليم عن بعد لهؤلاء الطلبة، ولكن احنا يعني كن على ثقة، المدارس ايضا الخاصة يعني تأكد بان يعني راح ينظرون في اي صعوبات تواجه أولياء الأمور في قضية تسيير أو تسهيل الدفاع. نعم سيد عمر، هل واجهت بعض المدارس صعوبة في تطبيق التعليم عن بعد وشلون تغلبتوا عليها إذا في بعض المدارس فعلا واجهت هذه الصعوبة؟ احنا في البداية يعني قبل قرار التعليق كان في التوجه يعني أو توقعات على أساس أنه يكون في لربما تصير تعليق الدراسة كما صار في بعض دول العالم، ولا فاجتمعنا احنا مع جميع المدارس قبل تعليق القرار على أساس نشوف إن إذا كان في مجال أو في خدمة ممكن تقدم كتعليم بديل لهذه المدارس والروض لأبنائنا الطلبة، وبناء عليه اجتمعنا مع جميع المدارس الخاصة ولاحظنا بأن يعني مستوى التعليم عن بعد في الأنظمة هذه في المدارس الخاصة أساسا من ضمن العملية التعليمية المستمرة، فما كانت فيها عبارة تكون يعني ما كانت جديدة بالنسبة لهم، فيعني تقريبا ما يقارب 90% من المدارس كانت تطبق التعليم عن بعد بأنظمة مختلفة، يعني في بعضها كان منها يستخدم المايكروسوفت تيمز وفي منها من يستخدم الجوجل كلاس روم، وفي ما شاء الله يعني أنظمة يعني كثيرة، وفي منها كان يطبق بشكل متميز جدا في مستوى يعني فوق المتوقع، يعني في حصص مشاهدة ويعني دروس مباشرة. نعم. وفي تقارير
تقارير دورية تقدم لهذول الطلبة يعني للطلبة، وفي واجبات يومية. صحيح. وأيضا صحيح. في تقارير أيضا ترسل لأولياء الأمور بشكل ما مدى مستوى الطلبة في خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع اللي بعده. في بعضها أيضا يعني لاحظنا بعض المدارس عندهم نظام اللي هو الثريد يعني الفيرتشوال رياليتي كمشاهدة، وفي يتواصل مع ايوه بالضبط ايوه. فيعني في تنوع في المدارس، ولكن بشكل عام الحمد لله غالبي جميع المدارس الآن في المدارس الخاصة تطبق التعليم عن بعد، ولكن مثل ما قلت أن في مستوى متقدم وفي مستوى جيد جدا. المستوى الجيد جدا والجيد أيضا يعتبر يعني مقبول في هذه في هذه احنا انا اقول الجيد يعني المقبول. احنا نقول ان في دروس مشاهده ترفع في منصه، وفي نظام مستخدم، وفي في متابعه يوميه من المدرسين، وفي واجبات مستمره، وفي ايضا تقارير دوريه لاولياء الامور. بس اللهم كان الاختلاف ما بينهم ان في مثلا الحصص الدروس المباشره هذه يعني في بعض المدارس تطبق كان موجود انت موجود في المدرسه. نعم. يعني في المنزل ساعه يعني فتره الصباح وتقوم، وفي مدرسين يدرسون الاولاد الى وفي فتره بريك. يعني في ما شاء الله يعني في تفاوت ما بين مدرسه ومدرسه، ولكن طيب. الجميع الحمد لله يعني الحمد لله يعني امور جيده عليكم ولا شيء غريب عليك سيد عمر. يعني الجهود اللي طبعا الجهود هذه اخوان جباره، يعني مشكوره فيها المدارس الخاصه، وايضا من خلال الحرص على اساس توفير. وانا اشكر ايضا المدارس الخاصه في واحنا بدورنا ايضا نشكركم. يعني سيد عمر عبد العزيز النعمه وكيل وزاره المساعد لشؤون المدارس الخاصه في وزاره التعليم والتعليم العالي، اكثر من 180 الف طالب، جهد جبار تقومون فيه، نتمنى لكم التوفيق. عطاء يعني متواصل من وزاره التعليم والتعليم العالي، فنتمنى لهم التوفيق. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ابقى في البيت وحافظ على مسافة اجتماعية مناسبة بكل اللغات واللهجات، قيلت شدد عليها الجميع في السلطة، من أعلى هرم في السلطة إلى أصغر فرد في الأسرة، بكل أطياف الفن صيغت في هذا التقرير صوت عالي لشعراء قطر ليقولون كلمتهم في هذه الجائحة. السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، هكذا ترنم الشاعر الكبير أبو تمام بهذا البيت الشهير قبل قرون خلت. لكن ومع بعض البهارات والضرورات العصرية الراهنة، يبدو أن الوضع تغير تماماً، وصار الفيروس في عالم اليوم بدلاً من السيف سيد الموقف. شعراء قطر بدورهم هم أبناء بيئتهم وقريبون من الحال الراهن، الكلمة سلاحهم والأبيات الشعرية ملاذهم الأسعد، يرضي غرورهم الشعري حقيقة أن يغير بيت واحد من قصائدهم تهور أفراد لم تردعهم لا محاذير الأطباء ولا إحصاءات الضحايا المتزايدة. هنا من حجره الصحي بفندق الشعلة يقول الشاعر عبد الرحمن الفنيدة: في مكاني ومحجور ومنجلي، ما أدري من أين ولا كيف أولي، كل ما تشرق سنة شرقت علي، شفت وجهك يا بعد كل الوجي، دامني محجور وبخير وشلي، ربي يلك الحمد بصبر ما علي،
في جناح ما سكنها المخملي، بابهم للعاج وسجادهم وكيه، والضيافة كل ما مروا علي اطلب اتمنى وش نخدمك يا بيه، اتمنى واحسب اني عند هلي ويصل لي اتمنى هو ابي، وكل طبيب ما رقد جفنا خلي الله يثيبه ويرحم والدي. حين جلسنا طاعة الامر الولي، سمعنوا طاعة وحم منه ولي، وانتو يلي رحتوا حجر منزلي من تعدى البيت بلغنا عليه. ومن منفاه الحادي والاختياري في البر يقول الشاعر زايد المري: وزارة الصحة لها دور فعال، ولجل تقوم بدورها ساعدوها، صيروا لمن هو يلتزم خير الأمثال، لجل قطر والمجتمع عاونوها، قطر لها حق على كل الأجيال، مثل صخاها بالعطايا عطوها، لا للتهاون والتراخي والإهمال، نصايح الصحة سواء طبقوها. آخرهم وليس الأخير ومن حجره الصحي أيضا عبر الشاعر حمدان المري عن حيرته: والله ما هو في يدي يمه ولا في يديش، أحزنش حجري وأنا ما ودي بحزانش، تبيني أجيش بوقف تعهد وجيش، مع أني متردد وكله على شانش، لولا مدارات شو حرصي وخوفي عليش، محرمني حجر المربع شوف شو أنا بزانش. للشعر أوزان وأغراض، فهو للهجاء والرثاء والفخر والمدح والغزل، ولكنه ركن مؤخرا إلى راهن الكورونا فقط على جدوى الحجر ودعوات متتالية لسلامة الفرد والجماعة. إنه الشعر في زمن الكورونا. صح لسانهم جميع. انتشار الأوبئة والجلوس في المنزل لفترات طويلة تشكل ضغوطاً يسهل تجاوزها لدى بعض أفراد المجتمع وتبقى صعبة على البعض الآخر، فتؤثر بشكل مباشر على صحتهم النفسية، فيحتاجون إلى من يستمع إليهم ويناقشهم ويأخذ بيدهم إلى بر الأمان. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا استضافة الدكتور محمد العنزي الأخصائي النفسي. في البداية محمد العنزي دكتور، أهلا بك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية. نبي منك شرح مفصل لطريقة التعامل بشكل نفسي في هذه الفترة من انتشار فيروس كورونا. أهلا وسهلا، حياكم الله، ونتمنى لكم دائما والجميع السلام والعافية. في البداية يعني دائما احنا نتحدث عن الأمور النفسية لها ارتباط كبير جدا في المناعة الصحية، نتحدث أيضا عن مسألة قوة الانفعال الإنسان يأثر دائما على مسألة صحتها ومناعتها مثل ما قلنا الطبية. في البداية إذا نبحث عن الأسرة ونبحث أيضا عن مسألة صحة الأسرة، لابد أن نحرص على تلبية حاجات الأسرة. في البداية نشوف الوضع الطبيعي، مثلا هل هناك مثلا نوم كافي ومعتدل وما في برنامج مثل ما يقولون غير معتدل؟ هذا وصلنا إلى الحاجات الأساسية اللي هي الأكل والنوم غير ذلك. إذا وصلنا بعد ذلك إلى مسألة الأكل، هل النظام الغذائي جيد؟ هل الأكل سليم؟ بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخرى اللي هي مرحلة الوجود، المكان المريح، حتى وإن كان في حجر منزلي، لكن بنفس اللحظة احنا نحرص على وجود في نوع من الرفاهية الموجودة، في نوع من الحركة الداخلية. نعم احنا في حجر منزلي، نعم احنا ملتزمين في البيوت، لكن بنفس اللحظة لازم نبحث عن تلبية احتياجات أساسية عند الأفراد الأسرة. ثم إذا لبينا الحاجات الأساسية راح ننتقل إلى مرحلة أخرى اللي هي مرحلة الاحتياجات الأمن والحب والتقدير. هذا الجلسة العائلية، الجلسة الأسرة ما بينهم بعض، يعطي نوع من الألفة بينهم، يعطي نوع من الترابط بينهم، فيحصل الإنسان على أهم احتياج من احتياجاته النفسية. صحيح. ألا وهي التقدير والحب ويعني شعور الود. نعم دكتور محمد، احنا أيضا سعداء بتواجدك معنا وبالأخص لكم دور أساسي في مثل هذه الجائحة. نتكلم عن الاختصاص النفسي وأيضا ركيزة لدعم المرضى، وكذلك أيضا الحالات التي يصيبها القلق والخوف من هذه الجائحة. دكتور محمد، يمكن أبي أسألك سؤال عن السؤال أو أكثر سؤال وصل لك في هذه الجائحة،
بلا شك أن هناك اتصالات، هناك العديد من المكالمات، دكتور محمد كذا كذا، ما هو السؤال الأوحد أو الأمثل اللي مر عليك في هذه الفترة؟ السؤال المكرر، متى تنجلي هذه المشكلة؟ دائما الإنسان في علم الغيب، وهذا السؤال مشترك. إذا سألتني عن السؤال المشترك، شوف دائما سووا دراسة قبل 2012 عن أكثر الأشياء اللي تسبب ضيق الإنسان، أن مسألة الوقت دائما، هل هذا يعني يطول أمدا ولا يقل أمدا؟ دائما البشر يبحثون عن الأمان حتى في وقتهم في أمور هذه، ولذلك هذه الأزمة اللي نحن فيها، أو هذه إن شاء الله ما في أزمات، انجلت الأمور إن شاء الله الأكثر صعوبة، لكن تحدث عن مسألة وقوع الإنسان في المتاعب في المصاعب. دائما الإنسان يفكر، وهذا الشغل الشاغل، شغل التفكير. ترى أحيانا يعني الخوف نفسه، المصدر هذا الخوف يمكن ما يخوف بهالطريقة هذه، لكن نحن نجعل نرسم يعني الخوف مثل ما يقولون بطريقة مبالغ فيها، فأكثر ما يفكر يعني يخلي الإنسان دائما مشغول هو البال، هو تفكيره في هذا الموضوع. فنحن نقول دائما نحرص على أن يكون دائما أفكارك مبنية على يعني مبنية على الحقيقة. شوف الإيجابية، بعض الناس يحسبون الإيجابية، أخوي سالم، بعض الناس يحسبون الإيجابية أن الأمور سهالات، لا تحرر من الخوف إلى هذا الكلام. لا، الإيجابية معناه أنك تبني أفكارك على الوعي الصحيح، تبني أفكارك على الحقيقة، مش أوهام، لأن إذا دخلت في جانب الأوهام بتدخل في دوامات أنت في غنى عنها. صحيح. فقط اجعل أفكارك مبنية على الحقيقة، على مبادئ تفكير صحيحة، بعد عن التعظيم التعميم وأخطاء التفكير المذكورة. ذيك الساعة راح أجاوبك أخوي سالم، وأجاوب الناس اللي يسألونا دائما متى تنجلي هذه الجائحة أو هذه المشكلة. قريبا إن شاء الله. جميل. دكتور محمد، أول شيء مساك الله بالخير وحياك الله معنا بهذا البث المشترك. دكتور محمد أخصائي نفسي، يعني معظم وقتك تسمع ولا تتكلم كثيرا، كون هذا التخصص أخصائي نفسي، لكن احنا ودنا اليوم نسمع منك العكس. ما هي حياة الدكتور محمد العنزي داخل البيت؟ شو تسوي؟ شو تقضي هذه الفترة؟ أتكلم كثيرا على قولتك أنت. فعلا في البيت أنا أتحدث يعني بطريقة يعني فيها نوع من الحديث، ليس حديث الكلام فقط، والحديث حديث النفس. الإنسان دائما لازم يحدث نفسه، مثل ما قلنا أنا أخوي سالم قبل شوي، أخوي عبد الرحمن، يحدث نفسه حديث إيجابي. شوف، لما أنت تكون إنسان إيجابي في نفسك وفي شخصيتك، تظهر عليك البشاشة وتظهر عليك الأمور السهلات هذه، راح ينتقل هذه العدوى الجميلة اللي كلنا نتحبها إلى أفراد الأسرة، إلى الناس اللي معاك في البيت. أنا حريص جدا في البداية أن أغذي أفكاري بالأمور الإيجابية، القراءة. ممتاز. هذه طبعا تعرفون قبل كان القراءة تخلص لك كتاب في شهر شهرين، الحين في خلال يومين أنت تخلص لك كتاب. أيضا أحرص جدا على مسألة الرياضة جدا، وأحرص على أيضا تغذية الأبناء، تغذية العائلة أيضا بالأمور الإيجابية. الله مثل ما قال الصحة والعافية دكتور، يعني لازم واحد يحرص على هذا الجواب. طيب، بناء على كلامك بموضوع الحديث، هل يجب في هذه الأيام الإنصات للأطفال حتى أن احنا نخفف من حدة توترهم في هذه الأزمة؟ نعم، الإنصات من الأطفال أفضل من الحديث الكثير مع الأطفال. جميل. الإنصات للأطفال هو أحد الأشياء المطلوبة. بعض الناس يقول يا أخي ولدي أسئلة، ذبحني أسئلة، أسئلته كثيرة. قلت له ترى أنت مو مطالب أنك تحضر لك يعني جواب من خطاب رسمي عشان تجاوب على طفلك. الطفل يقتنع بكلمة كلمتين، لكن يهمه أنك تسمع له وتطالع في عيونه وتشوف شنو اللي أشياء اللي تثير مخاطر اليوم. أنا التفاعل، حتى أحلامه اسأله. الحين احنا وصية منظمة الصحة العالمية والأطباء اللي الحين شغالين في هذا الجانب، وصيتهم أن حتى إلى أحلامه، قول يا ولدي أنت تشوف أحلامها الأيام، تشوف الأمور هذه عشان تخليه كل الأحلام من نتفليكس الحين دكتور يتوضى كل الأحلام. فعلا بابلي على الأفلام وعلى المواقع الموجودة، لكن حتى انصت له في كل الأحوال. أعتقد أن الانصات هو أحد الاحتياجات اللي في حياتك المطلوبة، مثل ما أنت تحتاج أنك تلبي حاجاتك، أنك تستانس، أنك تأكل. احتياجات الطفل منها أنك تستمع إليه، وخصوصا في الأمور اللي تثير مخاوفه، متى شو أسوي عشان أدرس. هذه الأمور أحيانا إنصاتك له يحل مشاكل كثيرة عند أحبان الأطفال. دكتور محمد، يعني إحنا شاهدنا هناك أسماء كسرت الحجر المنزلي، طيب كيف نتغلب على النفس في هذا الجانب؟ كيف نكسر الملل؟ كيف نتقيد بالقوانين والأنظمة في ظل هذه الجائحة وانتشار هذا
الوباء، كيف نتعامل مع أنفسنا في هذا الوقت؟ شوف أخوي سالم، أنا أعتقد أن هذه الأزمة منحتنا فرصة لقراءة أفكارنا الذاتية إحنا، يعني اللي كنا حنا أصلاً نجهل عن أنفسنا. الأزمة هذه خلتنا نرجع شوي نكتشف بعض الأمور اللي كانت غايبة عنا بحكم الأشغال والارتباطات اللي ما كانت تنتهي. اليوم هدأ الوضع، اليوم أصبح الإنسان يفكر يقول والله أنا كنت أسوي هذا كان ما له داعي، كنت أسوي هذا كنت مفروض أسوي أكثر من ذلك. الآن حنا وصلنا إلى مرحلة نعرف أسباب تصرفاتنا، وهذا يدخل في جانب كبير يسمونه الذكاء العاطفي، وهو قراءة يعني ما في ذات الإنسان وقراءة أيضا ما في خواطر الإنسان. ممتاز. الإنسان اللي يحس بالملل وقد يودي به ذلك إلى يتخذ بعض الإجراءات أو بعض التصرفات السلوكيات اللي مو محسوبة، اللي من وراها يحصل على مثل ما ذكرت أخوي سالم ينكتب اسمه ويحصل على مثلا يواجه بقوانين ورادعة وكذا. نقول إن هذه الأمور لها أسباب في البداية. الشخص اللي احنا نقبنا عليه هذا الفعل نقول إنه يمكن هذا الشخص ليش فعل هذا الفعل في البداية. أحيانا الأسرة، أحيانا الناس اللي معاه، مثل ما في عدوى للأوبئة كذلك في عدوى للسلوك. أنا لما أشوف الناس اللي معي نعم ملتزمين دكتور راح ما ألتزم يعني كان تقاية. ودنا بصراحة أن احنا نستمع لك أكثر واستمع لنصائحك أكثر، ولكن للأسف داهمنا الوقت. يعني مشاركة مجتمعية ويعني استشارة مجانية نشكرك عليها دكتور محمد العنزي أخصائي نفسي، شكرا جزيلا لك. شكرا يا دكتور محمد، ويمكن احنا وبالأكيد وصلنا لختام هذه الحلقة مشاهدينا ومستمعينا الكرام. عاقبة الصبر الجميل جميلة، ابقوا على مسافة آمنة. نعم مشاهدينا ومتابعينا، نلتقي غدا بإذن الله في نفس التوقيت، ونتمنى أن في هذه الحلقة جاوبنا على العديد من الأسئلة التي تنطرح في أذهانكم وأنتم في الحجر المنزلي. ابقوا في منازلكم، وحتى نلتقيكم غدا في نفس الوقت، إلى اللقاء. أنا أتعلم عن بعد عشان قطر، وعشان قطر خليك في البيت. شلون صحتنا مطاعين للبيت، خليكم ببيتكم عشان في فارسكم.